إلى الأسابيع القريبة، وذلك بعدما هدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، فيما ستقوم البلدية تحت حماية قوات الشرطة بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل العائلة. وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية حاولت صباح اليوم إخلاء هذا المنزل، وذلك من أجل إقامة مشاريع لصالح العامة كما قالت السلطات. احنا متفاجئ اليوم الصبحيات تيجي بلدية الاحتلال في محكمة 23 شهر، ما صبروش علينا 23 شهر، جايين يفضونا بالقوة. طب ما في محكمة، انتوا ليش بتيجوا بتفضوا؟ مش معترفين لا بمحاكم ولا معترفين بشيء، بدهم يطلعونا من اراضينا من هان. بقول لك للمنفعة العامة، فيش منفعة عامة، جايين يسووا كمان مستوطنة بالشيخ جراح، وبدهم يسيطروا على كثرية اراضي الشيخ جراح. احنا تهجرنا مرة واحدة من اراضينا من 48، ما نتهجرش كمان مرة كمان. ومباشرة من حي الشيخ جراح من القدس ينضم إلي مراسل I24 نيوز عروة سيف. أهلا بك عروة، ما هي صورة الوضع لديك بعد ساعات من المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية؟ نعم أنسام، إذن قضية الشيخ جراح تعود إلى الصادرة، والآن نحن نتواجد في الميدان حيث نشاهد أن القوات هدمت المشتل بجانب بيت آل الصالحي هنا، الذين ما زالوا موجودين داخل المنزل ولا يخرجون، وما زالوا يهددون عمليا بأن أي اقتحام من قبل قوات الشرطة وأي اقتحام من قبل الآليات الهدم التابعة للبلدية سيتم الرد بعمليا إضرام النار بأنفسهم أو تفجير المنزل. هذا حتى الآن ما نعرفه، لا يمكن الدخول إلى هذه المنطقة. حاول أعضاء كنيسة من اليسار الإسرائيلي الدخول ولكن منعوا حتى الآن من الدخول أو المحاولة للوصول لتسوية التي يريدونها أهالي آل الصالح. يريدون عمليا ضمانات بعدم إخلاء منزلهم، وأنما وليس والقضية ليست قضية المشتل والمصف الذي هدم. الآن سنشاهد أنسام كيف هدمت عمليا القوات المشتل التابع لآل الصالحي وأيضا المصف التابع له. هذه منطقة تجارية، هذه مبنية على أرض بملكية خاصة، هنالك محاكم ما زالت موجودة عليها. كانت ذروة هذه المحاكم الممتدة منذ الثمانينات وحتى عام 2017 حين أصدرت المحكمة القرار بعدم إخلاء المنزل، وإنما بعمليا إخلاء المشتل أو وجود حلول والوصول إلى تسوية مع البلدية هنا. ولكن البلدية ترفض الدخول إلى مسار التسوية وترفض عمليا أي وساطة من المحامين أو ما شابه. أيضا نشاهد على المستوى الميداني أنسام، ما زالت الشبان المقدسيين التابعين إلى حي الشيخ جراح والضواحي موجودين هنا، ليس بكثرة ولكن ما زال الكر والفر مع قوات الشرطة. أكيد عروة نتابع فعاليات الشباب المقدسي الليلية والتي تنشط في ساعات الليل في سياق النشرات اللاحقة. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة عروة سيف مراسل I24 نيوز، حدثني من حي الشيخ جراح.